اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موعدنا الاخباري الجديد على قناتكم شوف تيفي، واللي غادي نطرقوا من خلاله لابرز حدث لهذا اليوم. المكان مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، والزمان ظهر اليوم الجمعة أجواء رائعة ومتميزة عرفها المطار خلال استقباله للجماهير المغربية المتوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان لتشجيع أسود الأطلس خلال مباراة الحسم أمام المنتخب الإيفواري. نمشيو نشوفوا كيف كانت الأجواء داخل المطار. نتمنوا ان المقابله تكون في المستوى الجيد ديال كره القدم. في الحقيقه حنا غاديين باش نساندوا المنتخب الوطني باش نربحوا، هذا هو الهدف، باش نجيبوا انتصار للمغرب والتاهل تاع كاس العالم. املنا كبير في المنتخب الوطني، املنا كبير في المدرب رونار لانه عنده خبره وتجربه دوليه، فاز بجوج القاب افريقيا، هذا تيخولنا اننا نكونوا في المستوى ان شاء الله ديال الطموح ديالنا ونجيبوا انتصار. خدينا جميع الامور ديالنا ديال الملعب وديال لوطيل وديال جميع الامور اللي هي مرتبطه بالسفر. نتمنوا المقابله تكون في المستوى الجيد في لعبه كره القدم. اليوم حنا غاديين باش نساندوا المنتخب الوطني باش انه يجيب نتيجه مزيانه اللي من خلالها نتاهلوا كاس العالم. ثقتنا كبيره في الفريق انه المستوى ديالو تيتطور مقابله بعد مقابله. ثقتنا كبيره في الناخب الوطني اللي عنده تجربه افريقيه مهمه، انه كان مدرب ديال الفريق الايفواري، وكذلك اننا تنطمحوا انه من الجمهور اللي مشى اللي هو غادي بكثافه تيفوت 3000 من 3000 متفرج يكون سند قوي باش ممكن نهديو الكاملين لينا والمنتخب والمغرب الفوز والانتصار والتاهل الى كاس العالم روسيا 2018. ان شاء الله انتصار. غيسالي الماتش بجوج زيرو جوج لواحد. كلشي الحمد لله، كلشي داز في امان، كلشي داز بخير وعلى خير. قالوا لنا تذكره الملعب غيعطوا لنا في الطائره، باقي ما طلعناش الطائره كلها. وباش غادي كاين اللي غادي ب 100 اورو، كاين اللي غادي ب 200 150 على حسب. حنا من جمهور مدينه الرباط وغادي نشجعوا المنتخب ان شاء الله الفيكتوار، وديما تحيا العاصمه، وحنا كلنا مغاربه ونجيبوا الرباح ان شاء الله من تما. انا عندي فلوس كوت ديفواريه وشي صريه بخر اورو. امتى غتجيو؟ نهار الاحد ان شاء الله. اللاعبين يكونوا رجال ويترجلوا ان شاء الله كل شيء في يديهم. انا ولاد مدينه سله، انا كمشجعين الجيش الملكي جينا نساندوا الفريق الوطني وان شاء الله الفيكتوار. المهم حنا جينا تلاقينا في الاول في الخطوط الملكيه ما تنعرفهم ما تيعرفوني. المهم في التلقيح كذا هادي تعاشرنا، خدينا النوامر ديال التليفونات ديال بعضياتنا وجينا ولينا بحال الخوت هنايا، بحال تعرفوا بيناتنا شي شحال هادي. جينا ما كاينش، خاصك شي حاجه تعطيها لك صاحبك، ما عندكش يعطيك صاحبك. في التلقيح ما لقيتش مشكله في التلقيح؟ لا ما لقيناش. تعاملوا معنا تعامل مجانيه، تعاملوا معنا تعامل زويون صراحه. تنشكرهم وتنشكروا السي القجع اللي دار وفرنا الشروط كامله. ان شاء الله يكونوا رجال، راه عارفين شنو تابعهم، راه تابعهم واحد 35 مليون. حنايا درنا اللي في جهدنا باش نمشيو باش نتابعوا هذه المقابله، وراه 35 اللي ما قداتش ان شاء الله راه تساندنا حتى هي. انا جينا متعاونات وان شاء الله نساندوا المنتخب وان شاء الله مربوحه، والدراري يلعبوا مزيان وان شاء الله نربحوا بشي 2-0. رساله للاعبين ترجلوا شويه، مبقاوش لي بوات، يرجعوا لنا اسبوعه. الا غادي نقولوا الصراحه هي كاين شويه ديال الخلعه، كاين شويه ديال الفرحه، كاين ستريس. ان شاء الله نمشيو نجيبوها من الكوت ديفوار ومن تما كون طريق. ماتش صعيب، ماتش صعيب، ماشي ساهل تاتكان. واني حنا ان شاء الله كلشي فرقه ومسيرين، كلشي مساعد باش نجيبوا هذا التاهل من الكوت ديفوار ان شاء الله. توقعات ديال اللقاء تنقول غيكونوا اهداف، غيكون جوج لجوج، ثلاثة لثلاثة، ثلاثة لزيرو، جوج لزيرو، كيفاش غيكون، كيفاش غتكون النتيجة غير متوقعة. ما فيهاش فندق، حنا غنمشيو لمدة ثلاثة، نمشيو ما نرجعو حتى النهار الأحد. حنا متفائلين، متفائلين بزاف، والمغاربة كاملين متفائلين، سيرتو بالنتيجة اللي حققها فريق الوداد البيضاوي اللي تمكن من الفوز بالبطولة الإفريقية الشامبيونز ليغ. دونك حنا متفائلين، واخا مباراة تكون صعيبة، غتكون صعيبة وسيرتو في لافريك. وش غنقول لك، ان شاء الله ما يكون غير الخير. حنا غنساندوهم بكامل قوانا، غنديرو جهدنا،
غنكونوا معاهم. بالنسبه لي كما كمغربي غادي نشجع المغرب في كوت ديفوار بانني غادي نمشي نشجع نمثلوا الرايه الوطنيه في كوت ديفوار. كنت منهم ان شاء الله كاليفيكاسيون نجيبوها من كوت ديفوار باش نمشيو ان شاء الله لروسيا. وانا كرجاوي كمغربي كودادي كراجل ما عنديش مشكل نمشيو نجيبوا ان شاء الله كاليفيكاسيون من كوت ديفوار. كنشكروا الوزاره الصحه وكنشكروا الرياضي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس والجامعه المغربيه ووزاره الصحه، كنشكرهم على هذا المبادره اللي داروا. وديما مغرب وديما مغرب وديما رجاء. كنشكروا الجامعه المغربيه اللي قامت بهذه المبادره الطيبه على مسار رحله الخطوط الملكيه المغربيه اللي قدمتها ب 2000 درهم. وكنتمنى واحد الصعيد للمنتخب الوطني يتاهل ان شاء الله لروسيا. كان داك الشيء منظم تبارك الله ماشي هادشي ذاك يرنفدوا في 2000 درهم الناس خداوهم كريشي شويه وان شاء الله يكون خير. الحمد لله كانت كل شيء على ما يرام. مشينا لاجونس قطعنا لي بي ديالنا وديما مغرب وكنشكروا شوف تي في وديما وداد اللي جابت لنا العصبه وان شاء الله فيها الخير للمنتخب الوطني. وكنتمنوا اللعابه يكونوا رجاله في التيران والجمهور حتى هو 90 دقيقه ويا ربي ان شاء الله الكاليفيكاسيون روسيا روسيا تنادي ان شاء الله. شكرا ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله. وخبرك لنا الجماهير المغربيه عبرت عن سعادتها الكبيره واستعدادها الكامل في تشجيع الاسود. نمشيو نشوفوا التصريحات بعض الجماهير. ما نكذبش عليك غادي معايا ب 500 درهم نقول لك اللي كاين غادي معايا ب 500 درهم هي اللي كاينه. ما كاين لا فندق لا ولا وطيل الشوك نقول لك اللي كاين. نبدا نكذب عليك نقول لك لا ما انا غادي جوال رجاوي 30 دوره غنمشيو نضربوا معاهم كوت ديفوار حتى هي ان شاء الله. واللي دار الله هي اللي كاين ونتمناو الخير ان شاء الله. الجماهير وقبل صعودها للطائره حصلت على مجموعه من الاكسسوارات الخاصه بتشجيع اسود الاطلس كالاقمصه والقبعات وسلم المسؤولين عن الرحله لهذه الجماهير التذاكر الخاصه بهذه المباراه واللي غادي تمنحهم فرصه متابعه المباراه من مدرجات ملعب العاصمه ابيدجان. Allez Maroc, allez Maroc, oh, allez, allez, allez. بهذا كنوصلوا مشاهدينا لنهاية خبر اليوم. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.